مسلسل فقد هو آخر إنتاجات الدراما السعودية، واللي بيقوم ببطولته فيصل الدوقي وميلا الزهراني. فيصل، شفت ولد صغير لابس تيشيرت أصفر وشورت جينز؟ المسلسل بيدور في إطار من الجريمة والتشويق عن قصة سارة اللي بتعيش تجربة مؤلمة، وهي فقد وضياع ابنها الصغير وهو معاها في الحديقة، وده بيخليها تشك في كل اللي حواليها. من أول ما نزل المسلسل على منصة شاهد وهو محقق مشاهدات عالية في الخليج بسبب القصة المميزة ونجومية الأبطال، خصوصا إن القصة لوحدها بتجبر الجميع على المتابعة، وفعلا الإثارة عالية لدرجة إحنا كمشاهدين بنكون عايشين في الدوامة دي، وكل شوية بنشك في شخص وبنتابع بحماس نهاية القصة ايه. ايضا في تألق واضح من ابطال المسلسل اللي هم ميلا الزهراني وفيصل الدوخي. ميلا بتأدي دور الام الموجوعة والمكلومة بسبب غياب ابنها، وفيصل الدوخي الضابط اللي بيحاول يكشف الحقائق، لكن كل شوية بتتعقد الامور اكتر واكتر. المسلسل من تأليف محمد الفهادي ومن إخراج سمير عارف، المخرج صاحب التجارب العديدة سواء في السينما أو التلفزيون، وأشهر أعماله مسلسل طاش مطاش وفيلم نجد. ويعتبر فعلا مسلسل فقد هو عودة قوية لي لعالم الدراما بشكل شيق ومثير. انتوا مستوعبين المخطوف ولدي؟ وبعدين بيقدم وش بتستفيد موضي من خطة كيد النساء؟ ما سمعت عن كيد النساء؟ ولدي فين؟ أقول بس بخير. شو اللي صار؟ ولدها انخطف. ما في أي شيء يثبت إنه مخطوف. وين فيصل يا سارة؟